والحديث عن هذه الفعالية مشاهدينا نرحب ويانا عبر الهاتف بالسيدة عالية عبد الله المرزوقي رئيس لجنة الإعلام في جمعية الشرطة النسائية الإماراتية. أهلا ومرحب فيك أستاذة عالية. حياك الله. الله يحييكم. يا هلا ومرحبا فيكم. يا هلا ومرحبا فيك. كل عام وانت بألف خير. بداية مبارك لك بيوم المرأة الإماراتية، ونشكركم على إنجازاتكم وكل اللي تقدمونه لدولة الإمارات الحبيبة. في البداية، شو يعني لك هذا اليوم؟ الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. في البداية نشكركم أختي مروة وأخوي ثامر على الاستضافة في قناتكم الموقرة، جزاكم الله خير. راح أعطيكم نبذة بسيطة عن جمعية الشرطة النسائية الإماراتية. طبعا تأسست بناء على توجيهات سيدي سمو الشيخ فريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لكافة منتسبات الشرطة على مستوى الدولة. الحمد لله رب العالمين، قدرنا أن احنا نحصل على العضوية رقم 26 على مستوى العالم من قبل الجمعية، نعم من قبل الجمعية الأم اللي موجودة في أمريكا. وتعتبر جمعية الشرطة النسائية الإماراتية هي الأولى على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط. جميل جدا. تهدف، نعم بقول هدف الجمعية، تفضلي. تهدف الجمعية إلى يعني تعزيز وإبراز دور المرأة في مختلف المجالات الشرطية، ونهتم أيضا في جميع مجالات الحياة للمرأة إن كانت أسرية أو اجتماعية أو صحية أو غيرها. بالإضافة إلى يعني أن الجمعية تقدم كثير من الأنشطة والبرامج المجتمعية والإنسانية اللي دائما يعني تهدف إلى تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لجميع الفئات المجتمعية عندنا. ردا على سؤالكم، راح نتكلم عن يعني دور قيادتنا الرشيدة اللي بدأت مع قيام الدولة والوالد المؤسس الشيخ زايد رحمة طيب الله عليه. ترى. نعم، وبعدها عهد التمكين بقيادة فقيدنا الشيخ خليفة الله يرحمه ويغفر له. ولين يومنا هذا يعني تحت ظل والدنا الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، ونحن ننعم بدعم لا محدود للمرأة الإماراتية وتمكينها، نعم في كل القطاعات، في قطاعات الدولة، وتعزيز شراكتها مع شقيقها الرجل. هالشيء ملموس يعني في السلك الشرطي، سواء كان في العمل الإداري أو الميداني أو التقني. جميل جدا. تتصورون؟ نعم احنا طبعا اكيد سعيدين في هذه الاشياء اللي اكيد دائما فخورين فيها، والتعاون بين المراه والرجل هذا من اسمى الاشياء اللي نتمناها في المجتمع. طبعا غدا عندكم فعاليه بهذه المناسبه، كيف التجهيزات والتحضيرات لهذه الفعاليه؟ شو الاشياء اللي تتضمنها هذه الفعاليه؟ بدايه انتم ما تتخيلون شو كميه الفخر يعني اللي نشعر بها لما امنا ام الامارات خصصت واعلنت يوم للمراه الاماراتيه. اليوم هذا عباره عن يوم وطني يعني نحتفل فيه بالمراه بمختلف مسمياتها وادوارها في المجتمع، كأم، كموظفه، اي ما كان دورها يعني في هذه الدوله. ومن منبركم هذا نطلب منكم ومن المشاهدين ان يدعون لهم الامارات بطولة العمر، وان الله يحفظها ويبارك فيها. نعم، تستكمل مسيرتها الملهمه غدا. نعم ان شاء الله بتكون عندنا فعاليه يوم المراه الاماراتيه. نحن في جمعيه الشرطه النسائيه الاماراتيه اعتدنا على الاحتفال بيوم المراه الاماراتيه كل عام، وهالشيء دائما يعني تحرص عليه الدكتوره امنه البلوشي رئيسه جمعيه الشرطه النسائيه الاماراتيه، كون ان هذه المناسبة أولوية لنا حتى نستعرض يعني خلالها النماذج الملهمة والتجارب الاستثنائية لمنتسبات جمعية الشرطة النسائية. وتكون أيضا بهذه الأمثلة وأيضا النماذج تكون محفزة لإختها أيضا الإماراتية وأيضا النساء في كل مكان. أكيد عالية الشرطة النسائية الإماراتية عندها دور كبير على الصعيد المحلي. اليوم كم عدد المنتسبات لجمعية الشرطة النسائية، وشو الصعوبات اللي واجهوها خلال أدائهم لهذا العمل؟ لا شك في ان يعني الشرطه النسائيه الاماراتيه تلعب دور مهم ومؤثر، مش بس يعني على الصعيد المحلي فقط، بل ايضا على المستوى الاقليمي والعالمي. والدليل على ذلك يعني جهود جمعيه الشرطه النسائيه اللي وفقت بفوز الامارات باستضافه المؤتمر العالمي للشرطه النسائيه في الشرق الاوسط اللي بيكون ان شاء الله في عام 2025. فمن حق المراه الشرطيه ان تفخر وتعتز بتحقيق النجاح بجداره في نيل ثقه قيادتها والاعتزاز بانجازاتها وريادتها في ميادين العمل كافه. جميل أكيد جدا. تفضل. اكيد انا عندي سؤال، هي تكلمت وطرقت عن المؤتمر اللي تكلمت عنه، لكن كيف تم اختياركم وكيف صوتوا على للامارات خلينا نقول اكثر من دوله، وهذا الاستضافه اللي راح تكون 2025، اذا تقدر تكلمينا بشكل مختصر عنها.
نعم طبعا يعد اختيار الإمارات والتصويت لها من قبل يعني 70 دولة بالموافقة على استضافة هذا الحدث الضخم، طبعا هذا شيء بحد ذاته فخر لنا وخطوة مهمة، وهي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا. فهذا الحدث من شأنه يعني تعزيز قدرات المرأة في المجال الشرطي والارتقاء بها على المستوى العالمي. تضم الجمعية العالمية للشرطة النسائية أكثر من 192 بلد حول العالم، وتسعى جمعية الشرطة النسائية الإماراتية من خلال هذه الاستضافة إلى إبراز وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات الشرطية، وأيضا المساهمة في أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والأسرة لرفع مستوى الوعي الاجتماعي حول دور المرأة الإماراتية في هذا المجال الحيوي اللي يختص بتحقيق الأمن للمجتمع، وأيضا تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية وتنمية القدرات والكفاءات لعضوات الجمعية. جميل. طبعا متوقعين أن هذا المؤتمر يشهد تقريبا يعني في يوم الأول 3000 مشارك و50 متحدث و15 لجنة، بجانب طبعا حضور كبير من الشركاء ودول الإقليم. يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود اللي تقومون فيها، وشكرا لك على المعلومات اللي زودتينا فيها. علي عبد الله المرزوقي رئيس لجنة الإعلام في جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، وكل عام وأنت بألف خير، ويعطيك ألف عافية. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك.